أن العاهل المغربي سبق له في خطاب صريح أن قال بأن قضية الوحدة الترابية هي المعيار الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات وحسن المعاملات مع الدول الأخرى، وبالتالي ما يقع اليوم مع فرنسا من طرف المغرب ربما هو درس كذلك تستفيده إسبانيا، وتعلم أن المغرب كيفما كان الحال له أصدقائه في قلب أوروبا، إيطاليا. السلام عليكم أصدقائي، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتكم وقناة نيوز في الخبر. في هذا الفيديو أصدقائي تشوفوا المداخلة ديال الدكتور تاج الدين الحسيني على العلاقات الإسبانية المغربية وتودد إسبانيا إلى جارها التاريخي المغرب، وبعد موقف إيطاليا وموقف ألمانيا الأمس من سيادة المغرب على الصحراء المغربية. كنشوفوا المغرب راه واحد الدولة اللي هو أمة، والعلاقات المغربية الإسبانية علاقات اللي هي علاقة سياسة الدولة وليس علاقة خارجية وإنما علاقة داخلية. أصدقائي واحد الفيديو اللي جد رائع يستحق المشاهدة، خليكم تفرجوا في هذا الفيديو، بس تشكروا لي الأراء ديالكم في التعليق واللايك والبارتاج، اللي ما اشتركش في قناتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش توصل الجديد ديال الفيديوهات. خليكم تفرجوا في هذا الفيديو ونتلاقاو من بعد الفيديو، والسلام عليكم. في تصريحاته الأخيرة، هل باتت جبهة البوليساريو اليوم في ورطة أم أن المغرب لا يأبه أساسا للبوليساريو؟ فعلا البوليساريو تتخذ هذه المواقف، وأعتقد من ورائها بالتأكيد النظام الجزائري الذي دخل في علاقة عداوة مع إسبانيا بعدما تقرر من تطوير للعلاقات إيجابيا مع المغرب. وحقا موقف الجزائر كان هذا من الغرابة بمكان، لأنه كيف يعقل أن يأتي سانشيز في رسالته ليقول فقط بأن الحكم الذاتي هو الأكثر صدقية، زاد كلمة الأكثر فقط على مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومع ذلك قامت الجزائر باستدعاء سفيرها وإقامة الدنيا وقطع العلاقات البنكية والاقتصادية وأشياء أخرى. هذا يظهر أن ما يحدث لم طرف بوليساريو ولم طرف هو مرتبط بالمؤسسة العسكرية في الجزائر التي تتخذ بالتأكيد هذه المواقف. اليوم علينا أن نقول بكل صراحة بأن حتى بالنسبة لرئيس الحزب، وهذا للرجوع للتاريخ القريب فقط، ألا نلاحظ أنه عندما قامت الحكومة الإسبانية في حينه بقبول دخول غالي زعيم البوليساريو إلى التراب الإسباني، أن رئيس الحزب الإسباني في المعارضة تعرض على ما حدث وانتقد الحكومة الإسبانية وقال إنه لم تتم استشارته بهذا الخصوص إلى آخره، وأن في مساس بالمصالح مع المغرب، ولذلك لا يمكن للبوليساريو اليوم أن تعتبر أنها مع المعارضة في وضعية الحليف ضد المغرب أو أي كان، هذا شيء مرفوض إطلاقا. وثم أكثر من هذا، علينا أن نلاحظ أن الجزائر في أن إسبانيا في علاقتها مع المغرب لا ترتبط فقط بعلاقاتها الخاصة كدولتين، ولكن بالمحيط المتوسط أولاً، وكبوصف المغرب كعضو متقدم داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أكثر من هذا النافذة الحقيقية لوصول إسبانيا إلى قلب إفريقيا، وهذا هدف كل البلدان الأوروبية على السواء، هو المغرب، فهو منصة استراتيجية لهذا الربط الحقيقي بين إسبانيا والتراب الإفريقي. ولذلك علينا أن نعترف أن طبيعة العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا هي علاقات دولة أولا، ثم هي علاقات استراتيجية، ثم تخدم المصالح الحيوية المشتركة. هناك أكثر من 200 شركة إسبانية تستثمر في المغرب، ومصالح إسبانيا بعد النفور القائم بين المغرب وفرنسا ربما تدفعها إلى مزيد من التعاون في هذا المجال. وهي تدرك جيدا أن العاهل المغربي سبق له في خطاب صريح أن قال بأن قضية الوحدة الترابية هي المعيار الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات وحسن المعاملات مع الدول الأخرى، وبالتالي ما يقع اليوم مع فرنسا من طرف المغرب ربما هو درس كذلك تستفيده إسبانيا، وتعلم أن المغرب كيفما كان الحال له أصدقائه في قلب أوروبا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، كل هذه البلدان اتخذت مواقف جد إيجابية. وأعتقد أن إسبانيا ليس من مصلحتها اليوم أن تعيد أوراق العلاقة إلى الوراء، خاصة مع تصريحات رئيس المعارضة التي جاءت واضحة بهذا الخصوص. دكتور العباسي، هل استوعبت المعارضة الإسبانية أنه لابد من تكريس معالم المرحلة المقبلة أو الجديدة التي دخل غمارها أو دخلت غمارها المملكتين؟ نعم، الآن في إسبانيا هناك قناعة، هذا الشعب الإسباني بالأساس، وأنا ألاحظه هذا في اليومي وفي
لقاءات مع زملاء، مع أصدقاء صحفيين، كذلك مع بعض السياسة إلى غير ذلك في إسبانيا. الآن هناك قناعة أن يجب أن تكون العلاقة السائدة بين إسبانيا والمغرب علاقة جيدة، وهذه من الأساسيات التي يمكن أن تكون دافعاً أو مؤسساً لهذا الموقف الجديد بالنسبة للمعارضة، وحتى لا نسميها فقط المعارضة، نحن نتحدث عن الحزب الشعبي الإسباني المعروف حزب يميني، وبأنه ربما له مواقف من المهاجرين، من الأمور التي يمكن أن نقف عندها. لكن المهم في هذا هو أن هناك قناعة الآن أن يجب أن يكون هناك علاقة طيبة واستراتيجية مع المغرب، ودائما لا يمكن القبول نهائيا، وهذا قول الساسة، مجموعة من السياسيين، مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني الإسباني، لن يقبلوا نهائيا تعود الأوراق وراء أو أن تعود السكة إلى الوراء، وأن تكون هناك انتكاسات أخرى في العلاقات بين المغرب وإسبانيا. ومقتنعون تماما أنه الآن يجب أن نخطط للمستقبل، وهذا فعلا ما تبين في مجموعة من المحاور، سواء من خلال الاتفاقيات التي تم إبرامها، وأنا أؤكد هنا أن صريحات ألبرتو فيخو يعني الحالية تؤكد أنه سيكون هناك استمرارية لما تم الاتفاق عليه. المعارضة الآن لعب ورقتين فعلا، هي في حملة انتخابية ربما في مرحلة الحملة، ولكنها أساسا تتحدث بلغة اليقين، وهو أن هناك مواقف إيجابية اتجاه المغرب، والبحث الأساسي الآن حاليا هو توطيد هذه العلاقة حتى لا يحدث ما يمكن أن يسيء. هناك مشكل الثغرين المحتلين سبتهم بليا، هناك مشاكل أخرى مطروحة لحد الآن، النقاش المرن بخصوصها سواء في مرحلة الحزب الحاكم حاليا في الشركي أو حتى في المستقبل، وهو ما عبر عنه أيضا اليوم في خو حينما تحدث عن ما يسمى المكاتب الجمركية بالبحرين والمالية، الذي لا زال قيد الدرس رغم وجود اتفاق سابق عليه، لأن هناك دائما الحديث عن إعادة الروح لهاتين المدينتين باعتبار الوضع الاقتصادي. هناك الآن يجب أن يعلم الجميع واستثمارات كبرى إسبانيا في المغرب، فإسبانيا تستفيد من فرص الاستثمار التي يفتحها المغرب هنا، مسألة أساسية. هناك اليد العاملة، هناك مجموعة من الأمور التي لا بد أن تأخذها الحكومة الإسبانية مهما كان لونها ومهما كان. أنا أفتح فقط قوس فيما يخص سؤال البوليزاريو الذي طرح على الدكتور فالآن هناك من يلعب بورقة البوليزاريو، لكنها أحزاب صغيرة، الأحزاب الكوميونيستية الشيوعية في إسبانيا خاصة على مستوى كاتالونيا وبعض المناطق، هناك من يلعب بورقة الانفصاليين البوليزاريو، لكنها هي ورقة ضعيفة جدا على مستوى العمل السياسي، وحتى يعني رد الفعل أو كذلك التأثير لهذه الأحزاب أو لهذا الفعل لن يكون إيجابيا، وأن الإسبان هم الآن مقتنعون تماما، وأنا أقول لك يعني بما يعاش يعني بعين المكان أنهم مقتنعون تماما أنه لا يمكن حاليا أن نعود إلى الوراء العلاقات ما بين المغرب وإسبانيا. طيب دعني أعود إلى دكتور تاج الدين الحسيني، أعتقد أن لديه تعقيب على ما تفضلت به. تفضل دكتور حسين. صراحة لم أستمع إلى ضيفكم بوضوح، هناك خطأ في الصوت، ولكن يمكن أن أقول بأن العلاقات المغربية الإسبانية محكوم عليها أن تستمر بنفس الإيقاع وفي نفس المستوى ربما أفضل. علينا أن نلاحظ أن الحرب الأوكرانية الروسية غير بعيد من البلدان الأوروبية جميعا سوف تدفع بها أكثر إلى التوجه نحو بلدان الجنوب وخاصة نحو الجيران الأطلسي المتوسطيين، هذا يفرض نفسه بحكم التاريخ الذي يدرس الجميع. وأكثر من هذا، العلاقات مع المغرب وإسبانيا هي علاقات مستقبل قبل أن تكون علاقات ماضي أو حاضر. هناك مشاريع كانت منسية وتعود اليوم إلى الواجهة، مثلا الربط القار بين أوروبا وإفريقيا عن طريق جبل طارق وعن طريق إسبانيا. هذا مشروع أعيد وأخرج من الأدراج ويدرس بكيفية جدية بين حكومة الشانسيز والحكومة المغربية، وقد يرى النور في سنوات قليلة، وإذا خلق هذا الربط فهذا هو الوصلة الحقيقية بين أوروبا ومجموع القارة الإفريقية.
أكثر من هذا فيما يتعلق الآن بالهيدروجين الأخضر، فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، المغرب اليوم أصبح يلعب دورا أساسيا على الصعيد الدولي. تصوروا أن مجموعة نور الموجودة في الجنوب المغربي هي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهناك مشاريع أخرى على مستوى الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر. وبالتالي إسبانيا تنظر إلى المغرب ليس فقط كصديق أو كجار على المستوى الجغرافي، ولكنها تنظر إليه كشريك أساسي لبناء مستقبل أفضل لمصلحة الشعبين. طيب، دعني أنتقل بآخر سؤال إلى دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، كيف ستؤثر تصريحات زعيم المعارضة على العلاقات مع الجزائر، والتي يرى ربما زعيم المعارضة في السابق أنها تدهورت بسبب استراتيجية سانشيز؟ نعم، بطبيعة الحال وكما سبق قلت بما دائما، هي أن الآن مجموعة من الأشياء هي مرتبطة أساسا بالحملة الانتخابية والتنافس الانتخابي. فكما نعلم أن بيرتو بيخو تحدث بالبدء عن العلاقات الطيبة، لكنه في نفس تحدث عن أن الأمور لا يمكن أن تكون علاقات شخصية أو علاقات خاصة، بل هي علاقات دولة بدولة وعلاقات مؤسسات دولة إلى غير ذلك. هذه كلها أمور يمكن أن ندخلها في إطار الصراع الانتخابي والحملة الانتخابية القائمة بين الحزبين القويين كما نعلم في إسبانيا. فالتنافس الأساسي يكون ما بين الحزب الشعبي وكذلك الحزب الاشتراكي العمالي، وكلاهما كلاسيكيا أو تقليديا يكون أهم الأساسية في عملية هي في حملة الانتخابية، هي التركيز على بعض الجوانب التي تخص ما يمكن يكون في الجانب المغربي الحاضر، سواء كان الأمر يتعلق بعلاقات على مستوى العلاقات، كذلك على مستوى العمال أو المغاربة المتواجدين في الخارج، لأننا نعلم أن أكبر جالية تقريبا متواجدة حاليا في إسبانيا مغربية، وأكبر من المجنسين كذلك من الجاليات، وهذا آخر الأرقام، هم مغاربة من أصول مغربية، وهذا أكبر على الانتخاب. للأسف انتهى وقت هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك من مدينة. أهلا وسهلا أصدقائي، ومرحبا بكم في قناتكم وقناة نيوز فالخبر مرة ثانية. كنتمنى أصدقائي من هذا الفيديو يكون الإعجاب ديالكم، وتلهنا نقول لكم خوتي الأعزاء نتلاقاو في فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.